ناخذ مثال 10/6 على observer design. اذا هاي example. MCE Modern Control Engineering Ogata 5th Edition. في هذا المثال في عندي سيستم A تساوي 0 20.6 1 0, B تساوي 0 1, C تساوي 0 1, D تساوي 0. إذا نعمل Observer Design. هلا لاحظوا أنا ممكن أعمل Observer Design للبلانت وممكن أعمل Observer Design للبلانت مع كنترولر. كل فاهم الفرق بينهم؟ يعني أنا عندي بلانت، الكل فاهم إيش يعني كلمة بلانت؟ بلانت مش معناها نبات. إيش معنى بلانت؟ السيستم اللي عم نتحكم فيه، في له input و output. هلا هذا السيستم البلانت أنا ممكن أركب له Observer، ما إشي بمنعني أركب له Observer إذا عندي إياه بالstate space model. الأوبزيرفر إيش قلنا بنعمل؟ بالكلوز لوب، بحالة الكلوز لوب أوبزيرفر. بأخذ اليو بدخلها على الموديل. هذا كمبيوتر موديل. موديل لمين؟ للبلانت. إيش راح يكون فيه؟ A و B و C و D. اللي هو الموديل اللي إحنا طلعنا. بيطلع معي هون Y إيش سميناها؟ هات. وهذه Y الحقيقية. هلا أنا في عندي أخطاء راح تكون، إيش سبب الأخطاء؟ في سببين للخطأ الرئيسيين. الموديل تبعي ممكن ما يكون 100% true representation للبلانت، مظبوط؟ والشيء الثاني ممكن الانيشال فاليوز والانيشال كونديشنز اللي موجودة بالبلانت ما أعرفها. فممكن هذا يبدأ من state space، states تكون مثلا 0.1, 0.1, 0.3 إذا كانوا third order system. أنا هون راح أفترض إنه الانيشال فاليوز راح تكون عندي 0 و0 و0، فهذا سبب من أسباب الخطأ. السبب الثاني انه الموديل تبعي ممكن يكون مختلف عن الموديل تبع البلانت. عشان اصحح راح يبين معي هذا الخطا وين؟ في الفرق بين واي واي هات. فراح اجيب واي اللي هي طالعه من البلانت، واي هات راح اطرحهم الاثنين من بعض، راح يطلع معي ايرور. هون الايرور بايش راح اضربه؟ بال اللي طلعتها اللي هي كوفيشنز. راح يطلع معي هون واي ماينس واي هات في ال، مظبوط؟ هذول مضروبين من هون. وهذا هلا راح يطلع معي، راح اطرحه، راح ادخله هون على الموديل. هذا راح ادخله هون على الموديل وراح اطرح اشياء زي ما رسمنا المره الماضيه. راح يبدا الموديل يصحح او الاوتبوت تبع الموديل يتصحح لحد ما الفرق بين واي واي هات يصير صحيح. شو بكون عندي في الداخل هون؟ اكس هات. شلون؟ فإكس هات اللي أنا قدرتها هون هي المفروض إذا شغلي 100% صحيح بعد ما أعمل هاي، شو تصير إكس هات مشابهة لمين؟ لإكس اللي موجودة في البلانت، أوكي؟ بعد فترة وهذا تعريف الأوبزرفابيلتي، مش هيك؟ قلنا إذا راقبنا الأوتبوت لفترة زمنية كافية للبلانت راح أقدر أعرف الستيت بفترة زمنية محددة. فترة زمنية محددة يعني مش إنفينيتي، مش إنه بدي أستنى 100,000 سنة لأعرف، بس مش إنستنتلي، مش مباشرة راح يصير عندي هذا. قديش الفترة؟ هلا راح تشوف من المودلز اللي احنا بنحطهم، راح تشوف من خلال ثلاث، طبعا بيعتمد من سيستم لسيستم، بس مثلا خلال ثلاث ثواني بلاقي الاكس هات تبعتي انطبقت على الاكس. هلا افرجيكم امثلة عليها. اوكي الكل فاهم؟ انا هدفي اوصل في النهاية اعمل استيميشن لستيتس. ما اقدر اوصل لستيتس في الداخل، مش اقدر اغير سي من هون اعملها ايدنتيتي ماتريكس مثلا. واي بتختلف مثلا، واي مش فيها كل ستيتس، فيها ستيت واحدة مثلا او عدد من ستيتس. حتى اقدر ستيت، لاحظوا هون انا كاني ركبت سنسر، انتليجنت سنسر او اندايركت سنسر. عملت استيميشن للبلانت عن طريق مراقبتي لواي، وطبعا انا مراقب كمان يو، مدخل يو. كان بامكاني انا اعمل اوبن لوب، بس الاوبن لوب شو راح تكون مشكلتها؟ لو بدي اعمل اوبن لوب راح ادخل يو على الموديل، وراح يعطيني واي هات، بس ممكن واي هات تكون مختلفة عن واي، وما بعرف. ما راح، بس بقارن انا واي هات اللي انا طلعتها اللي اجتهدت اني اطلعها بواي الصحيحة. بطرحهم الاثنين من بعض، بضربهم ببارامترز معين، هذا بيطلع فكره فيكتور هون، بيطلع ال معي هون فيكتور ان باي 1 اذا كانه هذا سنجل انبوت سنجل اوتبوت. هذا الان باي 1 بطرح من الاوتبوت اللي طالع بعد بي، متذكرين؟ عملنا المعادله هاي تمام. بتصحح معي هذا بصير معي، اذا هذا هدفي من الاوبزرفر. هلا اذا كان عم براقب البلانت بدي اكون اسرع من البلانت ب 10 مرات،
لكن اذا عمالي براقب بلانت مع كلوز لوب كنترولر مع كي بدي اكون اسرع من مين بعشر مرات من الكنترولر. وليش بدي هذا يكون اسرع؟ لانه الترانسديوسر ات ميك سنس انه الترانسديوسر تبعي يكون اسرع من الشيء اللي عمالي بحاول اتحكم فيه. مش منطقي اني احط ترانسديوسر بطيء. فهذا كانه ترانسديوسر، مش هذا كانه انتليجنت ترانسديوسر. بدل ما اروح اركب ترانسديوسرز هون شو عملت؟ راقبت اليو، راقبت الواي، جبت تقديري للموديل، حطيت الاي والبي والسي والدي، ضليت اقارن الواي مع الواي هات بوجود طبعا يو، وضليت اصحح لحد ما صار عندي اكس هات مساوي ل اكس اللي موجوده هون في البلانت. فبالنهايه تكون اسرع بعشر مرات من هذا. طيب خلينا اول شيء هلا حتى اعمل اوبزرفر، حتى اعمل اوبزرفر على هذا، اعمل ديزاين لاوبزرفر، شو لازم يكون السيستم؟ مش شرط يكون ستيبل، على فكره هذا السيستم مش ستيبل، لازم يكون فول ستيت كنترولر. اذا بدنا نعمل تشيك فول ستيت كنترولابيلتي، مش كنترولابيلتي. طبعا اذا بدي اعمل كنترولر لازم يكون فول ستيت كنترولابل، بالحاله هاي لازم يكون فول ستيت اوبزرفبل. اذا حتى اطلع الاوبزرفبلتي ماتريكس ان بدها تساوي بالحالة هاي بتساوي C و C A، مضبوط؟ هلا رح أنا هون عشان ما تضيعش وقت كتير فيها، تطلع N معي 0 1 1 0. قديش الديترمينانت تبع N؟ 0 في 0 ناقص ناقص 1، مش هيك؟ اللي هي لا تساوي 0. إذا السيستم فولي ستيت. شو يعني فولي ستيت اوبزرفبل؟ يعني التو ستيتس هذول، مش عندي تو ستيتس رح يكون هون، التو ستيتس بقدر اعمل لهم اوبزرفيشن. اذا فولي ستيت اوبزرفبل، السيستم فولي ستيت اوبزرفبل لانه طيب خلينا نطلع هلا بتحبوا نتاكد من الايجن فاليوز، هذا على فكره السيستم انستيبل، كيف بطلع الايجن فاليوز تبعته؟ نعمل اس اي طلعناهم وين؟ المرة الماضية بدينا في هذا المثال، تمام، قديش طلعوا الايجن فاليوز؟ جذر ال 20.6 بلس ماينس، مش هيك؟ فكان اس 1 2 او لامدا 1 2، يمكن احسن نقول لامدا 1 2 بيساوي بلس ماينس جذر 20.6، وين البولز هذول؟ اوكي ماشي، فواضح انه هذا السيستم بس هذا ما بيمنعنا انه يكون فول ستيت اوبزرفبل، واظن انه كمان فول ستيت كنترولبل بس احنا ما فحصناه. طيب بدنا نطلع الدبليو، ايش الدبليو؟ في ناس منكم بيقول اوميجا، هاي مش اوميجا. دبليو ها؟ دبليو، دبليو هي الكوفيشنتس تبعت الكاركترستيك ايكويشن. فراح يطلع معي اذا حطيت اس اي ماينس اي تساوي اس سكوير ماينس 20.6 وتساوي اس سكوير زائد 0 اس ناقص 20.6، فبكون عندي A1 بتساوي 0 و A2 بتساوي 20.6 ماينس، وطبعا A0 بتساوي 1. مين اللي بدي اياهم لل اللي بدنا اياهم لل W matrix؟ اللي هم رح تكون A1 مش هيك؟ و A0 هاي رح نهملها هون بال W matrix، فرح يكون عندي 0 1 1 0، ف W بتساوي 0 1، الواحد بزيحه لهون بصير 1 و0، ف W طلعت معنا هيك. ايش بعدين هلا بدنا نحسب؟ بدنا نطلع هلا هون الخطا اللي سابق في المحاضرات السابقه، انا كنت دائما احط لكم انه تي او تساوي دبليو ان، الصحيح انه تي او ماينس 1 تساوي دبليو ان، هذا اللي عماله بخرب علينا، مش عم نقدر نجيب الاوبزرفر بصحيح، ما بغير شيء بالحل اللي هون، بس هذا هو التعبير الصحيح. اذا تي او تساوي دبليو ان ماينس 1. مين اللي بتعمل السيميلاريتي ترانسفورميشن للاوبزرفبل كانونيكال فورم؟ تي او مش تي او ماينس 1. هلا هدول بدنا نطلع تي او، هلا تي او بتطلع او تي او ماينس 1 تي او تو ذا ماينس 1 تساوي دبليو ان، بدي اضرب دبليو في ان فبصير عندي 0 1 1 0 مضروب في 0 1، هون صدفة انهم نفسهم، فعندي هاي تطلع اظن الايدنتيتي ماتريكس 1 1 0 0 مضبوط؟ تمام، ليش؟ لانها اصلا في الاوبزرفبل كانونيكال فورم. ليش هون 0؟ لانه في ايجن لانه في عندي
فيش عندي معامل لاس سكوير، بس هدول هاي بالاوبزرفبل كانونيكال فورم لانهم جايين بهذا الشكل هون، مزبوط؟ فطلعت معي هاي. اذا تي او هلا بالحاله هاي ما بتفرق مين تي او تي او ماينس 1، هاي برضه كمان بتكون الايدنتيتي ماتريكس اللي موجوده. ليش طلعت ايدنتيتي هاي؟ لا بس تضربي من هون هي اضربي. اه كيف عن هاي 20 بتذكري الاوبزرفبل كانونيكال فورم، الكنترولبل كانونيكال فورم شو كان يطلع مع الشكل؟ الكوفيشنتس يكونوا باخر رو، وبعدين يكون عندي الدايجونال زيروز وفوقه في خط 1. اه الاوبزرفبل كانونيكال فورم كان عندي اخر كولم ارقام وبعدين الدايجونال زيروز واوف عنه واحد. اوكي مزبوط. اه مزبوط، حتى هي الدايجونال زيرو من هون عندي هون هذا اخر 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 رو. اه هي مش واضحه كثير لانها 2 باي 2 ولا لانها 3 باي 3 او 4 باي 4 بتبين معنا. اذا التي او هلا ايش بدنا نعمل؟ لازم نطلع الديزايرد بول. الديزايرد بولز ميو 1 بتساوي 10 رادز بير سكند وميو 2 بتساوي 10 رادز بير سكند. هل هذا اسرع من السيستم الاصلي؟ اسرع بس مش اسرع بكثير. قديش كان السيستم الاصلي البولز فيه؟ جذر ال 20 قديش تقريبا؟ 4 وشيء مش هيك؟ فهي مش 10 مرات. 10 و10 10 و10 البليس كوماند بالماتلاب ما بيشتغل. بس الاكرمان بيشتغل. لو حطيت الكوماند اكر اي سي كي اي ار بيشتغل. بس على البليس كوماند ما برضه يشتغل. بس على المالتي ما بيشتغل. على ايش؟ على المالتي ما بيشتغل لكن مستفدناه. مضبوط صحيح، بدك تستعمل شيء ثاني صحيح. اوكي. ماشي، إذا هي هدول البولز هم أسرع مش أسرع بكثير، كم مرة أسرع تقريباً؟ مرتين، مرتين ونص. وهذا مقبول، أه؟ واضح شو يعني أسرع؟ يعني بيقدروا هدول ما هم بدهم يعملوا تقدير للستيتس اللي موجودة بالسيستم. قديش سرعة السيستم هون؟ إذا بدي أحكي عن سرعة بحكي عنها بالايجن فاليوز تبعته. الايجن فاليوز تبعته جذر ال 20، جذر ال 20 تقريباً بين 4 و 5 مضبوط؟ إذا 4 راديانس بير سكند. قديش سرعة الأوبزرفر البولز تبعته؟ البولز تبعته طبعا هون انا حاطط شيء غلط. ايش هو؟ ماينس. فهدول ناقص 10، هدول جايين بالليفت هاند سايد ابعد من الهاي، فهم اسرع. ومش منيح اصلا اني احط اوبزرفر سريع جدا لانه بدخل نويز. اوكي؟ مش شطاره اجي اقول بدي الاوبزرفر هذا يكون ماينس 100 ماينس 100، بقدر اعمل هيك بس هذا بدخل نويز على السيستم.